شروط بنيامين نتنياهو الجديدة عندما يتحدث الإسرائيليون أمس أن نتنياهو يريد إبقاء قواته على الحدود مع مصر، تقويض فرص التوصل إلى هدنة، إلى أي مدى يأتي ضمن استراتيجية نتنياهو التي لا نرى فيها غير إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ نعم، استراتيجيته منذ البداية بهذا الاتجاه، وعندما تدخلت الولايات المتحدة وعندما كان هناك وسطاء، الكل يعرف، إذا عندما يخرج يوآف جالانت وزير الحرب الإسرائيلي ويقول أن نحن مسؤولين عن تعطيل الصفقات، ويقول أن نتنياهو مسؤول عن تعطيل الصفقات، هذا مفهوم بالداخل الإسرائيلي، مفهوم لكل المتابعين، مفهوم، بحيث أن عملية التعطيل جاهزة دائما. هذا المشروع أصلا الذي يتم نقاشه وغدا اجتماعات بخصوصه، خرج بايدن بالقول منذ شهر مايو الماضي أن هذه مقترحات إسرائيلية وطرحها على الفلسطينيين، والفلسطينيين تعاملوا معها بإيجابية حتى يوقفوا سفك الدماء وبنوع من العقلانية في التعامل. ولكن برغم كل ذلك، اتفاقات إسرائيلية، ليأتي نتنياهو ويعترض على هذه النقاط التي مقترحة من قبلهم، ويضع العراقيل كل مرة، كل جولة مفاوضات يضع المزيد من الشروط لوقفه. طبعا هو عندما يتحدث عن البقاء في محور فيلادلفيا، ومرات يتحدث عن معبر سريم والنزوح والعودة إلى النازحين إلى الشمال والسيطرة الأمنية الكاملة، كل ذلك يعني المقاومة لن توافق عليه. لذلك كل يعني واضح جدا أن هذا هو نهج لا يوجد. وهل هناك خيار آخر أمام المقاومة غير أن تطالب الوسطاء أن يلزموا الولايات المتحدة والاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ من وجهة نظرك، هل فعلا هناك جدوى أصلا للذهاب غدا لمفاوضات يعيد الاحتلال فيها الأمور كلها للمربع الأول؟ هي لا جدوى من الذهاب، وقلناها يعني مع على ماذا يعني تأتي هذه. يعني اعتقد هناك اهداف من هذه الجوله، منها وقف الرد الايراني اللبناني، محاوله يعني منع هذا الرد ان يكون بقوه من الولايات المتحده، وثانيا يعني الاتجاه في ان يعني يكون كل ذلك في تقويض فقط الجهود التي تضغط باتجاه تغيير المسار الأمني. ولكن مرة أخرى الولايات المتحدة اقترحت هذا الاقتراح دون جدول أعمال، دون آليات، دون مخارج، يعني هو المطلوب آليات عمل. المقاومة ردت، حركة حماس ردت على ذلك وقالت أن لا مجال للتفاوض من الجديد، نحن نتحدث الآن عن آليات التنفيذ، ولذلك هي لم ترسل الوفد. لا يعني لا فائدة من إرسال أي وفد ولا فائدة من هذه المفاوضات طالما أن نتنياهو سيصفها بالكامل، وبالتالي هذا أعتقد أنه فقط مضي على الوقت ومحاولة للاتفاف من قبل الأمريكان على مجمل القضية من أجل أن يخففوا التوتر القائم.